مثل خیرت بار گیرم و بری نفس اهلا وسهلا بكم الديوان الوطن اللي تقدقوا لي لم يرحب بكم هنا بقاع السعادة مخصصة ليكم وإن شاء الله تنال إعجابكم إن شاء الله مرحبا بكم مرة أخرى حضري هواري في دور عمي سليمان في مسرحية الحذاء الوردي غطريق نحكي لنخريين وغسيق حكاية تنحي المال الوديق حكاية شيخ اسمه عمي سليمان كانت المهنة تاعو هي صناعة الأحذية تري دكان صغير تقول عليه طبيب كان يتقن الحلبة ببرة فولاذية وخيوط قوية كان معروف بالحي اللي يسكن فيه يجمع الحذية القديمة يصلحها ويلمحها من بعد يبيعها في السوق ومرة على مرة يتصدق بيها الفقراء والمساكين هكذا كان عمي سليمان يقضي وقته في العمل يالله يالله يا سي سليمان انت موهوب وفنان اخدم شد واتقان يالله يالله يا سي سليمان اخدم شد واتقان يالله يا سي سليمان الدور تاعي عمي سليمان انسان كوردوني يصنع الاحذيه واللي كان معاه الدور شيق وقامت به الممثله زبيد وسيله في دور الحذاء الوردي. الوردي ما تقوليش هذاك الحذاء اللي وجدتك مرمي على الشاطئ وانا نقول راني نهدلك ونخرف وها يا الوردي لأنك على بالك لازم تكون متخلق ومتأدب يا الوردي. نشكر لوانسي على هذه البرامج الشيقة والممتعة والهادفة لصالح الأطفال من شأنها أنها تخرجهم من الضغط على التمدرس والضغط على الدروس. برامج هادفة، تنشيط ممتاز رائع، تنظيم ممتاز أكثر من رائع. برامج جيدة تثقيفية، ولادنا راهم جد فرحين وأنا كل سبت راني هنايا. فهمنا في هذه القصة وعطونا النصائح ونحافظوا على نحترموا الجيراننا ونحترموا المعلمين تاعنا. والله غطاني الدور تاعي، حرام عليها يا عمي سليمان، ما استحقتش عليا. السلام عليكم يا أطفال، عندنا كل يوم السبت في قاعة سليمة سعدة عرض جديد، نستناكم.